تقدم للمقاومة والجيش الوطني يقابله تقهقر للميليشيا في معظم جبهات المواجهة في محافظة تعز، بالحد الأدنى من الإمكانيات يصنع هؤلاء الرجال فارقاً في ساحة المعركة، محاولات عديدة تبذلها الميليشيا لاستعادة مواقع مهمة فقدتها إثر معارك شرسة مع المقاومة خلال الفترة الماضية، لكن هذه المحاولات تبوء دائماً بالفشل، إحدى هذه المحاولات وقعت في الجبهة الجنوبية الشرقية، حيث تمكنت المقاومة من صد محاولة تسلل للميليشيا، وتمكنت أيضا من إيقاع العديد من القتلى والجرحى في صفوف هذه الميليشيا وأسر ثلاثة منهم. عمليات الكر والفر هذه تحولت في الجبهة الغربية لمدينة تعز إلى نصر جديد، فقد تمكنت المقاومة من تحرير منطقة موكنة وجبل المنعم بمنطقة الربيعي. ارتدادات هذه المعارك تتحول الى حقد اسود تصبه الميليشيا على السكان المدنيين، اخر ضحاياهم هذه المواطنه التي لن ترى اولادها الى الابد بعد ان حصدتها رصاص قناص غادره، للمواجهات البطوليه في تعز وجه اخر انتجه الخذلان وليس غير الخذلان، لهؤلاء الابطال الذين صنعوا النصر في كل الجبهات وقدموا اغلى ما لديهم دفاعا عن تعز وعن المشروع الوطني وعن الجمهورية أنا أصبت في تبة الخوعة بقذيفة حق دبابة لفك حصار المدينة معبر الدحين والآن فقدت الأطراف حقي ولن يهتموا بنا ولا أول يد مكسور مشلول ما قدرش أحركه يواجه العشرات من هؤلاء الجرحى الألم بشجاعة نادرة كما يواجه أقرانهم عدوا مدججا بالسلاح وينتصرون عليه غير ان هذا الصبر وهذا الجلد لا يكافئان من قبل الذين يفترض انهم شركاء المعركه والمصير واولئك الذين حملوا امانه المسؤوليه وقصروا حيث لا يجب ان يقصروا ابدا